يا كابتن سيد، بعد الفوز الكبير النهارده بالاداء دوت وقبل نهائي افريقيا، رساله للاعبين ورساله لجمهور النادي الاهلي؟ رساله للعيبه خلاص، يعني انت هتقفل الصفحه دي بكل ما فيها. احنا تعبنا في افريقيا جدا من يوم 16/10 من اول رحله النيجر واحنا بنلعب في افريقيا. خلاص فاضل خطوه واحده بس، ايا كان الملعب فين نلحق نلعب بقى قبل ما يقولوا لنا لا هتلعبوا 10 نلحق نلعب على طول. يعني هنروح بشخصيتنا بفكرنا، عايزين العدل. بالنسبه انت عارف اقول لك على حاجه، معلومه ممكن ما حدش يعرفها، انت عارف ان الماتش ده بتاعنا احنا، يعني الماتش ده ترتيب الماتش فيه الاهلي والوداد، طرفه الاهلي والوداد، فاهمني؟ الاهلي والوداد، احنا الاول، يعني المفروض ان احنا صاحب الملعب. فيعني الحاجات اللي هي مناصفه ولا حاجه محتاجه انها انا مش عايز بس يعني يتاخد كلامي ان انا بهاجم، ما بهاجمش حد خالص والله. انا بقول لك سلمت على كابتن صباحي في ضربتين في ثلاثه في اربعه في 10، لكن المباراه خلصت، ومجرد ما بتخلص خلاص كل واحد يعني الف شكر ليك والف شكر ليك ونشوف اللي جاي. اخيرا يمكن تم الاعلان عن طاقم التحكيم والمراقبين وكل حاجه لمباراه الاهلي والوداد، هل حضرتك ليك تعقيب على الاختيارات؟ لا يعني طبعا فيكتور جوميز من احسن الحكام اللي موجوده في الساحه الافريقيه طبعا، يعني لكن في النهايه يعني احنا على استعدادنا وترتيبنا، وان شاء الرحمن نكون موفقين باذن الله. هي مباراه ختاميه يعني ان شاء الرحمن باذن الله تعالى، يعني ايا كان هتتلعب فين ايا كان لحد دلوقتي يعني الامر ايه، لكن احنا في النهايه جاهزين. افصل اللعيبه، هتتلعب في المغرب، هتتلعب بره المغرب، هتتلعب في اي مكان، هنأديها ان شاء الرحمن باذن الله تعالى، ونكون عند حسن ظن جمهورنا يعني باذن الله. شكرا كابتن، بالتوفيق ومستنيين بطوله افريقيا باذن الله. شكرا.